بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، كل عام وسيادتكم بخير بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالأمن والرخاء. والتهنئة أيضا بمناسبة الذكرى 68 لثورة يوليو 52 المجيدة، والتي تضمنت في أهدافها تطوير الصناعات المصرية، وأتى الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج في مقدمة تلك الصناعات. لقد بينت الدراسات التاريخية أن صناعة الغزل والنسيج هي من أقدم ما صنع الإنسان في العالم، وقد تطورت بمرور الزمن، فأقدم الإنسان على استخدام الألياف النباتية والكتان والحرير فيها منذ أكثر من 5000 عام في الحضارات المصرية والصينية والهندية. وفي مصر تطورت صناعة الغزل والنسيج عبر العصور، ففي العصر الفرعوني صنع المصريون القدماء الأقمشة والملبوسات من ألياف الحلفة والكتان، واستخدموا الصبغات النباتية في تلوينها. وتدل اللفائف المومياتية المكتشفة على دقة المنسوجات المصرية القديمة ومهارة صانعها. وفي العصر القبطي زاعت شهرة المدن المصرية بمنسوجاتها الكتانية، ويضم المتحف القبطي في مصر العديد من الأقمشة والأشرطة المزخرفة التي تعود للقرن السادس والسابع الميلادي. وفي العصر الإسلامي أصبح للمنسوجات المصرية شهرة فائقة، وعرف العرب روعة المنسوجات المصرية، فاستبدلوا بها الثياب البدوية الصوفية الخشنة، وأقبلوا عليها لنعومة الخامة ومهارة الصانع. ثم كانت كسوة الكعبة المشرفة من مصر. وفي العصر الحديث لعبت الألياف الصناعية دورا هائلا في صناعة الغزول والمنسوجات، تميزت بنعومة الملمس وروعة الألوان، فانتشرت على حساب القطن والغزول الطبيعية ومنسوجاتها. السيد الرئيس، ومع الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، توطنت منذ عام 1820 في مصر زراعة القطن طويل التيلة ليصبح الأجود على مستوى العالم، ويصبح الغزل والنسيج من أهم الصناعات المصرية. وشهد القرن 19 تطوراً كبيراً، فأنشأت الشركة الأهلية للغزل والنسيج، ثم أنشأ طلعت حرب في عام 27 شركة مصر للغزل والنسيج ليبدأ إنتاجها في عام 1930، ثم تطورت مصانعها وقدراتها الإنتاجية لتصل إلى 6 مصانع غزل و10 مصانع نسيج، تستهلك حينها مليون قنطار من القطن سنوياً، فتتحول مصر في عام 48 إلى دولة مصدرة للغزل للعديد من دول العالم. وبعد عام 52 تم إنشاء القلاع الصناعية الكبرى للغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكفر الدوار وغيرها. السيد الرئيس، إن صناعات الغزل والنسيج والملابس من أهم الصناعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق النمو المستدام، حيث يتزايد الطلب على المنتجات المنسوجة بالتزامن مع الزيادات السكانية، كما تعد من أكثر الصناعات كثافة في العمالة. ففي مصر يبلغ حجم العمالة المباشرة فيها نحو 1.2 مليون فرد، بل وتستحوذ هذه الصناعة وما يتعلق بها على نحو 27% من حجم العمالة في القطاع الصناعي المصري كله. ورغم أن هذه الصناعة تحظى في مصر بأهمية تاريخية واقتصادية كبرى، وحيث أن القطن المصري يعد من الأقطان المتميزة على مستوى العالم، كان لها دوراً مؤثراً في فعاليات التجارة العالمية للغزل والمنسوجات، إلا أنه تعرضت هذه الصناعة في مصر على مدار سنوات عديدة مضت لكثير من التحديات، أدت إلى تراجع الإنتاج السنوي من القطن، فبعد أن كان يحقق حوالي 10 مليون قنطار سنوياً في الثمانينات، تراجع إلى أقل من 2 مليون قنطار في عام 2018، مسجلاً حينها أدنى مستوى كمي له منذ أكثر من 100 عام. وتقلصت مساحاته المنزرعة
إلى نحو 330 ألف فدان فقط في 2018، بعد أن كانت تقترب من 1,000,000 فدان في بداية التسعينات. فكان من تداعيات ذلك أن حققت العديد من شركات الغزل والنسيج خسائر قدرت بنحو 33 مليار جنيه، وتراكمت ديونها فبلغت نحو 16 مليار جنيه وفقاً للبيانات الصادرة من البنك المركزي المصري قطاع إدارة المخاطر. ورغم ذلك فإن صناعات الغزل والنسيج والملبوسات ما زالت تكافح في مصر من أجل البقاء لدعم الناتج المحلي والميزان التجاري، حيث قدرت صادرات هذه الصناعة التي يشكل القطاع الحكومي نحو 65% منها صادرات تقدر بنحو 3.3 مليار دولار في عام 2019، تمثل حوالي 15% من الصادرات المصرية غير البترولية وفقا للبيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. إلا أنه وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة دائما ما تجاوزت الواردات إلى مصر من النسيج ومصنوعاته ما يتم تصديره من المنتجات المصرية منها، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. السيد الرئيس، مما تقدم تقدر الإشارة إلى بعض التحديات التي يمكن أن تواجه قطاع الغزل وصناعة الملابس والمنسوجات في مصر، والذي يضم أكثر من 13 ألف منشأة صناعية تعمل في تلك المجالات، ومنها ارتفاع تكلفة المواد الخام، تقادم العديد من خطوط الإنتاج، المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة، تراكم حجم الخسائر والديون على بعض الشركات. وتقدر الإشارة أيضاً إلى الجهود الجارية حالياً لتطوير ودعم هذه الصناعة، ومنها زيادة رقعة زراعات القطن والمحافظة على السلالات المصرية ومنع محاولات تغيير أو محو الصفات الوراثية الجيدة لها، إعادة هيكلة بعض الشركات وتأهيل المحالك، مواجهة إغراق السوق المحلي بالمنسوجات المستوردة، والحد من تصدير خام القطن المصري. إن الهدف من هذه الإجراءات هو تعميق الصناعة في هذا المجال وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري. السيد الرئيس، من أجل هذا وبناء على توجيهات سيادتكم، قامت الشركة الوطنية للتنمية الصناعية، أحد شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبالتعاون الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإنشاء مجمع لصناعات الغزل والنسيج والصناعات الأخرى المكملة لها، وذلك على مساحة 430 فدان هنا في منطقة الروبيكي، والذي يشرف بافتتاح سيادتكم له اليوم. يتكون المجمع حالياً من 7 مصانع، هي مصنع لإنتاج الغزل الرفيع بطاقة إنتاجية 1575 طن من الغزل الرفيع سنوياً، مصنع لإنتاج الغزل السميك، ومصنعين لتحضيرات وإنتاج النسيج، ومصنع لأعمال التريكو، هذا بالإضافة إلى مصنعين للصباغة والطباعة اللازمين لتكامل العمليات الإنتاجية. وقد تم إنشاء هذه المصانع بالتعاون مع أفضل الشركات الأوروبية العالمية المتخصصة في إنشاء خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث المعايير العلمية في هذا المجال. كما يتم حالياً في نفس الموقع إنشاء عدة مصانع أخرى لإنتاج بعض المفروشات والملبوسات، مخطط لانتهاء منهم في أبريل 2021، وذلك بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الأساسات الخشبية وآخر لإنتاج الأساسات المعدنية، ومخطط لانتهاء منهم في أكتوبر من هذا العام بإذن الله. وقد أتاح هذا المجمع حتى الآن أكثر من 1350 فرصة عمل مباشرة جديدة من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي. كما تم ربط آليات العمل في جميع مصانع المجمع بمنظومة ERP الرقمية تحقق أعلى درجات الحوكمة والضبط الداخلي لكافة مراحل الإنتاج من أجل الاستغلال الأمثل للموارد والاستثمارات المتاحة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة،
لقد تم تنفيذ هذا المجمع الصناعي بتوفيق من الله عز وجل، ثم دعم سيادتكم والقيادة العامة للقوات المسلحة وتعاون الوزارات وأجهزة الدولة، وفي مقدمتهم وزارة الكهرباء والطاقة، وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة قطاع الأعمال. كما أود الإشارة إلى العمل الجاد الذي قام به رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المصرية والأوروبية الذين ساهموا جميعاً معنا في تنفيذ هذا المجمع الصناعي العملاق. الله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.